إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد عباد الله، إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده نعمة الأولاد، فهم إذا صلحوا فهم عمل صالح يستمر للأبوين حتى بعد مماتها كعمر ثاني. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومع صلاح الأولاد ينال الأبوان برهم وطاعتهم ونفعهم، وهكذا تكون نعمة الأولاد لتعود على الأبوين بالخير في الدنيا والآخرة، إذ هم زينة الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والأولاد المقصود بهم الأبناء والبنات، الذكور والإناث، وهم والله أمانة، لأن الأمر من الملك الجبار جاء بوجوب وقاية الأولاد من النار، وأن يبعدهم المسؤول عنهم عن كل طريق يوصل إلى جهنم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول علي بن أبي طالب في هذه الآية: أي علموهم وأدبوهم. وجاء البيان من رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام بأن المرأة يسأل عن رعيته يوم الدين، فبأي شيء يجيب من ضيع أولاده، وبماذا سينطق من خان الأمانة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومما قال في هذا الحديث: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. تربية الأولاد ورعايتهم مسؤولية قد يتسبب إهمالها وعدم حفظها في مصير مؤلم ينتظر الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله، وترك تأديبه وأعانه على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآداب، أي معظم ما يقع في فساد الأولاد اليوم فهو نتيجة الآباء إذ أهملوا تربية أبنائهم. إن من أعظم ما يقدم الأب لابنه تربيته على الدين وصالح الأخلاق. يقول الله تعالى عن لقمان في وصيته لولده: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما ابتدأ به وأول ما دله عليه في وعظه ونصحه وتوجيهه أن ذكره بحق الله جل في علاه، وبين له أن ضياع هذا الحق هو الظلم العظيم. ومما يربى عليه الأبناء والبنات مراقبة الله عز وجل. لقد ركز المنهج الإسلامي في التربية على تنمية جانب المراقبة لله. قال الله عز وجل عن لقمان الذي أرشد ولده إلى هذه المراقبة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومما يربى عليه الأبناء عمود الإسلام الصلاة، الصلاة الصلاة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين تبعا له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى الله عز وجل على نبيه إسماعيل عليه السلام وقال عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إن مما يجب الحرص عليه وتربية البنات عليه خاصة هو خلق الحياء. الحياء عباد الله جمال للفتاة وحفظ لها وستر لعيوبها، وفي الحديث والحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. وإذا ضاع حياء البنت ضاعت أنوثتها وساءت أخلاقها. فإذا قاربت على البلوغ فركزوا على تعليمها الأدب والحشمة، وأن تلتزم بالحجاب والستر والبعد عن مجامع الرجال، وأن الحجاب دين وليس عادة، وأنه أمر شرعي من الله عز وجل أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم ليبلغه لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين، وليس كما يروجه البعض بأنه عادة اجتماعية أو أنه حرية شخصية. ومما يربى عليه الأبناء القدوة الحسنة، فقد كثرت القدوات السيئة من الحمقى والمغفلين وأصحاب الأهواء وجميع الأموال وأصحاب التفاهة والسفاهة. ولقد كان المنهج الإلهي في إصلاح البشرية وهدايتها إلى طريق الحق معتمدا على وجود القدوة الحسنة التي تحول تعاليم ومبادئ الشريعة إلى سلوك عملي، كما كان القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا على الأرض يمشي، ويحول ذلك إلى حقيقة واقعة أمام البشر جميعا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة التي تترجم المنهج الإسلامي إلى حقيقة وواقع. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما سئلت أم المؤمنين عن خلقه رضي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت أقدامنا وأن يهدي أولادنا وأن يغفر ذنوبنا. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، إن مما يعين على تربية الأولاد الدعاء لهم بالصلاح والهداية والخير. فها هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وها هم عباد الرحمن الذين مدحهم الله يدعون بأن يهب الله لهم ما تقر به أعينهم من الذرية الصالحة، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الولد الصالح لمن خير ما يدخره المرء لنفسه بعد وفاته. فأولاد الرجل من كسبه وعمله الصالح، وعملهم الصالح من عمله إن كان بسببه، ودعاؤهم الصالح زاد له في قبره، ودعاء الوالد لولده من الدعاء المستجاب الذي يرجى أن يتحقق بإذن الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر. عباد الله، إن صلاح الأب في نفسه، صلاحك أنت كأب، له أثر عظيم في صلاح الأبناء. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول بعض المفسرين: فيه إرشاد للأباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف أن يتقوا الله في سائر شؤونهم، حتى تحفظ أبناؤهم وتغاث بالعناية منه سبحانه. وفيه تهديد بضياع أولادهم إنهم فقدوا تقوى الله تعالى، وإشارة إلى أن تقوى الله أو أن تقوى الأصول أن تقوى الأصول تحفظ الفروع. وقال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الأب الصالح هو اللي به ربي يحفظ الذرية، يحفظ لها الكنز نتاعها. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما
رحمة من ربك. يقول ابن كثير: وكان أبوهما صالحا، فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة، لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت السنة به. وقد ذكر أنه الأب السابع وقيل العاشر، وأيا كان ففي الآية دلالة على أن صلاح الآباء يفيد العناية بالأبناء أي من بعدهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حفظ أي الولدين في سورة الكهف، حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. ويقول الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعاقب عقبه. اللهم احفظ أبناء المسلمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين من كل سوء ومن كل تدبير ومكيدة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا الراعي والرعية، اللهم أمننا في الأوطان والدور يا عزيز يا غفور. اللهم كل إخواننا في غزة وفلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم دمر أعداءهم وشتت شملهم وأضعف قوتهم. اللهم امدد إخواننا في فلسطين بمدد من السماء، اللهم امددهم بمدد من السماء، اللهم امددهم بمدد من السماء. اللهم قوي ضربتهم، اللهم وحد صفوفهم واشفي مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أغثهم وآوهم يا رب العالمين، واسقهم وأطعمهم إنك أنت القوي العزيز. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. نقول هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. استووا وقيموا صفوفكم يعتدلوا، استووا تراصوا وسدوا الخلل. نصلي على المرأة رحمها الله بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. كما ذكرنا لكم من قبل، بالنسبة للتسجيلات نتاع القرآن الكريم للمستوى التمهيدي أو التحضيري، متواجد إلى يعني من التاسعة إلى منتصف النهار إن شاء الله تبارك وتعالى، كل يوم من الأحد إلى الخميس تسجيلات الأولاد الصغار 4 سنوات و5 سنوات. وبالنسبة لدروسنا نبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة جديدة، كل يوم جمعة من المغرب إلى العشاء نتكلم فيها على بدء الخلق ونهاية الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، تكون ابتداء من اليوم إن شاء الله. استووا وقيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير
ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا طفيت على الداخل باش ما يسونيش.